السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالجميع، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم الفنية قناة كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة كنبداو بالعناوين. ابتدائية مراكش تدين مفجر قضية حمزة مومبيبي بالحبس النافذ بعد 3 سنوات. دوك صمد يفجر مفاجآت جديدة في ملف حمزة مومبيبي. بالصور أنس الباز وطهرة يلتحقان بمسلسل سلامات أبو البنات. الطباخ التركي الشيف نصرت يفتتح مطعما بالدار البيضاء. صورة متداولة لحورية فرغلي من داخل غرفة العمليات. أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 30 يناير 2021 حكم في حق محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بمراكش، الذي يوصف بأنه أول من فجر قضية حساب حمزة مومبيبي المثير للجدل، حيث قضت بحبسه ل4 سنوات نافذة. وفق ما ذكره المحامي عبد الفتاح زهراش منسق هيئة الدفاع الخاصة بالمديمي عقب انتهاء الجلسة التي دامت أزيد من 12 ساعة، فإن المحكمة قضت بحبس موكله 4 سنوات نافذة، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف هذا الحكم الابتدائي الذي اعتبره قاسيا. وقضت المحكمة بحكمها هذا في حق المديمي مفجر قضية حمزة مومبيبي من أجل تهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة بواسطة الوسائل الإلكترونية والورقية التي تحقق شرط العلانية. هذا وسبق للغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش الخميس 26 نوفمبر 2020 قد أصدرت حكمها في حق المديمي ب12 شهرا حبسا نافذا لتورطه في جنح محاولة النصب والابتزاز وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والوشاية الكاذبة وإهانة هيئة منظمة وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير. بعد 3 سنوات دوك صمد يفجر مفاجآت جديدة في ملف حمزة مومبيبي. عقب مضي 3 سنوات على التشهير به عبر حساب حمزة مومبيبي ومغادرته البلاد، خرج بالأمس عبد الصمد بن علة الشهير لدى المغاربة بلقب دوك صمد بلايف مباشر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام من أجل كشف حقيقة ما وقع لها والتطرق لأول مرة لموضوع حساب حمزة مومبيبي مفجرا مفاجآت جديدة في الملف. وقد ابتدأ ذوك صمد حديثه بالصور التي كان قد نشرها له الحساب الشهير بالتشهير والابتزاز والنصب والاحتيال على المشاهير، نافيا أن يكون قد خضع لأي عملية تجميلية بتركيا، مبرزا أن الكدمات التي كانت على وجهه راجعة للاعتداء الجسدي الذي تعرض له بتحريض من عصابة حمزة مومبيبي، كما تطرق إلى موضوع شهادته في الطب وغيرها من المواضيع بالحجج والأذلة التي استعرضها طول البث المباشر. واعتبر ذوك صمد نفسه أنه أكثر ضحايا حمزة مومبيبي وأكثر من شهر بهم الحساب، على اعتبار أنه قد تم نشر صوره عاريا بعد قرصنة حساباته على السوشيال ميديا. وأخلى عبد الصمد بن علة ذاته مسؤولية الفنانة دنيا بطمة فيما حصل معها، معتبرا أنه لا يعرفها عن قرب، كما أنه ليس لديها أي مصلحة في تدميره وإلحاق الأذى بها عن طريق التشهير بها، في حين لم يستبعد إمكانية ضلوع سيمو بن بشير وراء ما حدث معها، مبرزا أنهما ليسا صديقين إنما يعرفان بعضهما البعض منذ سنة 99، وقد جمعتهما أكثر من مناسبة اجتماعية وغيرها طوال الفترة الماضية. وإضافة إلى دنيا بطمة، نفى عبد الصمد تهمة التشهير به عن شقيقتها ابتسام بطمة، محملا المسؤولية لجميع الأشخاص الآخرين المتابعين على خلفية نفس الملف، إضافة إلى أشخاص آخرين لازالوا في حالة صراحة ولم يتم ذكر أسمائهم أو التحقيق معهم بعد بهذا الغرض. وأبرز دوك صمد أنه سيتقدم بدعوى قضائية بهذا الخصوص وسيرفقها بصور الأشخاص الذين كانوا يعمدون على تهديده وابتزازه عبر مواقع
مواقع التواصل الاجتماعي، كما اتهم بعض الأطباء الذين كان ينافسهم على حسب قولها بالضلوع في مواقع لها، وذلك من خلال إقدامهم على إرشاء عصابة حمزة مومبيبي التي تكلفت بتشويه صورته، والتي كانت ترغب في إقدامه على وضع حد لحياته حسب ما جاء على لسانها وما جاء بأحد الرسائل التي توصل بها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي. وفي الختام، طالب دوك صمد بمعرفة هوية صاحب ومسير حساب حمزة مومبيبي بغض النظر عن باقي أفراد عصابة حمزة مومبيبي المتابعين حاليا في الملف، والذي أوضح بأن سنتين حبسا لا تساوي شيئا أمام ما تعرض لها وما ترتب عن تشهيرهم بها، مبرزا أنه سيغلق ملف حمزة مومبيبي نهائيا بعد توضيحه هذا، ولن يعود للتطرق إليه مجددا أو الإجابة عن أي سؤال بخصوصها. بالصورة، الباز وطاهرة يلتحقان بسلامات أبو البنات. التحق كل من الممثل المغربي أنس الباز وزميلته طاهرة حميمش بأسرة مسلسل سلامات أبو البنات الذي يتم حاليا تصوير أطوار جزئه الثاني. ونشر أنس الباز يوم الجمعة 29 من يناير عبر حسابه على الإنستغرام صورة تجمعه بمخرج العمل هشام الجباري والفنانة طاهرة حميمش، وعلق على الصورة بعبارة سلامات أبو البنات الجزء الثاني. وبدورها قامت طاهرة بنشر الفيديو عبر ستوري حسابها على الانستغرام، تظهر فيه رفقة الممثلة غيتا بن حيون التي شاركت في الجزء الأول من المسلسل، وفيديو آخر من كواليس التصوير. يذكر أن مسلسل سلامات أبو البنات قد تم عرضه خلال شهر رمضان 2020 على قناة MBC 5 وحظي بنسبة مشاهدة عالية جدا. الطباخة التركية الشيف نصرت يفتتح مطعما بالدار البيضاء. يستعد الطباخة التركية العالمية الشيف نصرت لافتتاح مطعم جديد ضمن سلسلة مطاعمه الشهيرة بالمغرب وبالتحديد بمدينة الدار البيضاء. وكشفت عدة تقارير صحفية أن نصرت قد اشترى مطعما بمنطقة عين الدياب بمبلغ 10 ملايين سنتيم على أن يتم افتتاحه في الشهور المقبلة، وسيكون هذا المطعم أول مطعم يمتلكه نصرت بإفريقيا والمغرب العربي، وبهذا سينضاف مطعم جديد ضمن سلسلة مطاعم هذا الشيف الشهير. ويمتلك نصرت 3 مطاعم بأربع دول مختلفة، الأول بإسطنبول وتم افتتاحه عام 2010، وفرع آخر بدبي تم افتتاحه عام 2012، والثالث بأبوظبي تم تدشينه سنة 2013. صورة متداولة لحورية فرغلي من داخل غرفة العمليات. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور سابقة لحورية فرغلي من داخل غرفة عمليات طالبين الدعاء لها بالشفاء، حيث أعلنت مؤخرا أنها ستسافر إلى ولاية شيكاغو لإجراء جراحة لأنفها تستمر 9 ساعات بعد تعرضها لخطأ طبي في أثناء إجراء جراحة تجميلية لأنفها. ومن المقرر أن تقيم حورية هناك لمدة 15 يوما للإطمئنان على سير الجراحة بشكل صحيح. وتعرضت حورية فرغلي لحادث في أنفها نتيجة سقوطها من ظهر الحصان، وخضعت لعدد من العمليات الجراحية التي لم تنجح، مما جعلها تتعرض لكمية تنمر فضلت على إثرها الاختفاء والعزلة بسببها. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.